في مكان سليم إلى عيان، عيان عالية وتنحط في المرمى. الله جول أول يأتي للاتحاد في الدقيقة 33 عن طريق اللاعب خليفة القايدي. واحد الاتحاد، شوف اللعبة، شوف العرضية، شوف القايدي حطها، عدت ولا ما عدت؟ عدت ولا ما عدت؟ عدت ولا ما عدت؟ هي قرار ايضا بالتاكيد من الحكم الاضافي الاول اللي اعطى القرار ليعقوب الحمادي. واحد اتحاد. تصل الى ادريس فتوحي، بيني اماميه خطيره الى كوني، كوني في المرمى، جول عجمان ما ينتظر كثير عن طريق بوريس كابي. بوريس كابي هو من يسجل هدف التعادل لمصلحة فريق عجمان في الدقيقة 35 من عمر المباراة. يا فرحة ما تمت، يا فرحة ما تمت لفريق اتحاد كلوة. شوف اللعبة، شوف العرضية من كابي أو من كوني إلى بوريس كابي المتحدث والناطق باسم خط هجوم فريق عجمان، يسجل هدف التعادل بعد فقط دقيقتين من هدف فريق اتحاد. حاول لويس، مر لويس، تقدم هي بعد ذلك إلى عيان، تسديدة والعيان، والعيان يسجل هدف هدف الثاني لمصعد فريق اتحاد كلبة في الدقيقة 56 من عمر المباراة. السوري وائل عيان بتسديدة بالقدم الشمال يسجل هدف ثاني لمصلحة فريق اتحاد كلبة. شوف اللعبة من لويس، سجلها وائل، سددها وائل، حطها على يمين حارس المرمى الحارس علي ربيع، معلن عن ثاني أهداف فريق اتحاد كلبة. اثنين الأصفر، واحد البرتغالي، يتقدم من جديد فريق اتحاد كلبة بهدف. هذا يوم أمس ودع بطولة كأس آسيا، وبالتالي ايضا يعني ما نجح في الوصول لكاس العالم اللي كان يحتاج فيه انتصار على ماينمار. خطيره هذه، تسديده، جول! الهدف ياتي من الهداف، الهدف الثاني ياتي من هداف عبد الله في الدقيقه 82 من عمر المباراه. 2-2، شوف اللعبه، شوف المرور، هذا هداف مر وتقدم وعد وسدد في الزاوية البعيدة، بالتأكيد هدف من هداف يسجله فريق عجمان في الدقيقة 82 من عمر المباراة. كابي يتقدم، كابي، محمد عثمان باروت، كرة ملعوبة الآن من كابي في المرمى، جول! جول ثالث لعجمان يأتي عن طريق بوريس كابي في الدقيقة 86 من عمر المباراة. هذه ركلة الجزاء، وهذه تنفيذ ركلة الجزاء اللي كانت عن طريق اللاعب بوريس كابي. إذا عجمان 3-2، حتى الدقيقة 82 كان كلبه هو المتقدم بهدفين مقابل هدف، لكن هداف سجل هدف التعادل وهداف